السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتكم جيهان كيتشن. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم واحد البسيطلات اللي كيكونوا صغار وبطبيعه الحال كيجي المذاق ديالهم مميز، وغادي نستعملهم ان شاء الله بدون بيض لحقاش غادي نخليهم مده اطول في الثلاجه، داكشي علاش ما غاديش نديروا البيض. المهم غادي نقدم لكم المقادير باذن الله. كما كتشوفوا هنا عندي الدجاج انا ما عنديش، يعني شريته جديد، يعني ديجا عندي في المجمد قطعته، وملي كيكون جديد راه ما كيعطيش واحد المذاق لي زوين، يعني ضروري خصو يكون على الاقل بواحد 3 ايام ولا على الاقل اسبوع ولا 4 ايام كيكون في الثلاجه باش كيعطي واحد المذاق زوين. هنا عندي البصله حمراء. بالنسبه للبصله حمراء انايا ما عنديش البصله بيضاء، دونك غادي ندير غير البصله الحمراء قطعتها هكا، غادي ندير نصف نطيبو في الاول مع الدجاج ونص نخليه في الاخير. هنايا اللوز كاين عندنا شديته تقريبا واحد جوج ديال الكيسان ديال العنبه، حمرته في الفران، يعني بلا ما غنقليه، ما غاديش نقليه، غير حمرته في الفران وغنطحنو دابا ان شاء الله. عندي واحد القبطه ديال بقد معدن قزبر، عفوا ديال القزبر. كاين عندنا هنا الابزار، عندنا كاس ديال الزيت الزيتون ديال العنبه، عندنا تقريبا واحد جوج معالق ديال الماء الزهر، كاين عندنا هنايا تقريبا واحد 8 الحبات ديال الهيل. غادي ناخذ غير هذاك الزريعه اللي كتكون فيها لداخل. وهنا عندي الضامه ديال الزعفران، ما عنديش الزعفران شعره. كاين عندنا هنايا بالنسبه للتوابل كاين عندنا تقريبا معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال الكركم ومعلقه ديال الزنجبيل، حيت الزنجبيل كيجي مزيان مع الدجاج. عندنا هنايا المسكه حره، غادي نطحنوها هي والسكر الثقيل، عندي شويه ديال الملحه، عندي معلقه ديال الزبده، وعندي قرفه عواد، وكاين عندنا هنايا معلقه ديال السمن، وعندنا ايضا الماء اللي غادي نروبو به الدجاج. وما نساوش بطبيعه الحال عندنا السكر الثقيل اولا السكر بودره اللي غادي نطحنوه مع اللوز. غادي نبداو على بركه الله. دابا غنبداو ان شاء الله على بركه الله. غادي نضيف كما قلت لكم غير نصف الكميه ديال البصله، وغادي نخلي النص الاخر ان شاء الله فاش غادي يطيب ليا يقرب يطيب الدجاج. المهم غادي تشوفوا معايا انا خليت هنايا نص الكميه. صافي غادي دابا نستف، نحاولوا نفرشوا البصله ديالنا صح، الا كانت البيضاء غتكون احسن، واخا الحمراء كتعطي مذاق زوين ولكن البيضاء يعني ما كتذوبش، الحمراء دغيا كتذوب لينا في الطياب. صافي غادي نستف هاد الدجاج، راني غسلته مزيان. صافي غادي نضيف معاه دابا القرفه ديال النعواد، تقريبا غادي ناخذ غير واحد غادي نقسمه، من بعد غادي نحيدو. غادي نضيف القبطه ديال القزبر، غادي نوضعها هنا في الجنب. غادي نضيفو هاد الهيل اللي وريتكم، ها هما كما كتشوفوا، نحاولوا نفتحوها. غادي نحيد منا غير هاد الحبيبات اللي كيكونوا لداخل، هادو هما اللي كيعطوا المذاق زوين. ها كما كتشوفوا هايا، نحاول نقرب لكم هاد الحبيبات. بالنسبه للهيل راه معروف الشكل ديالها، انا غادي نوريكم دابا واحد الحبيبات. ها الهيل هي هادي، غادي نحاولوا ناخذوا داك الرؤوس اللي لداخل. صافينا بعد ما خديت دوك الحبوب ديال الهيل غنضيف دابا الضامه ديالنا، نحاول نبين لكم اكثر.
الضامه ديالنا، الا كان الزعفران من احسن. غنضيف معها سكينجبير ديالنا اولا الزنجبيل، غادي نضيفو الكركم. انا غادي نديرها في الطنجره ديال الطاق تقريبا تاخذ لي واحد 40 دقيقه. غنضيفو عفوا القرفه، غادي نخلوها في غنخلوها ان شاء الله في اللوز. غنضيفو الابزار، ونسيت ما ذكرتش لكم راس الحانوت، حتى هي غادي نذكر، غادي ندير واحد تقريبا معلقه ديال راس الحانوت ديال الدجاج، يعني التوابل سبعه. هيا دابا غادي نضيف ان شاء الله معلقه ديال السمن، نحيدو هاد الزائد ديال السمن، نخلو شي يطيب. وغادي نضيف كاس ديال الزيت، الا كان عندكم الزيت عادي يمكن لكم تضيفوه، ولكن الزيت الزيتون احسن كتعطي واحد المذاق زوين. غادي نضيف شويه ديال الملحه، كتبقى على حسب الذوق. صافي، صافي غنشحر هاد القوام ديالنا الدجاج. غادي نشحرو ان شاء الله، غير طيح لي البصله ويتشحر لي التوابل. غادي نضيف معاه الماء حتى نغطي هاد، يعني قرب يتغطى الدجاج، يعني ماشي نكثروا الماء بزاف، غير بدا يقرب يتغطى لينا الدجاج. صافي نحبسو من الماء ونطلقوه ان شاء الله من بعد، نوريكم كيفاش نطحنوا اللوز. هنا كما كتشوفوا المريقه ديالنا ديال سميت على فطرها تشحرات، هانتوما حاولوا نحركوها. صافي غير غادي تذبل لي البصله وغادي نرويها ان شاء الله. صافي هنا كما كتشوفوا تقلات ليا الدجاج، راه تقلى. غادي نضيف دابا معاه البصله اللي خليت، صافي غادي نروي دابا بالماء، الماء يكون شويه دافي. صافي كما قلت لكم غير يتغطى، يحاول تغطى الدجاج، يعني ما نخلوش من نغطوش الدجاج كامل، غير شويه تقريبا واحد 3 الكيسان ولا 4 ديال الماء. الدجاج راه دغيا كيطيب. صافي وغادي نغطي عليه دابا يطيب، ونوريكم دابا كيفاش نحضروا اللوز ديالنا، نطحنوه والسكر الثقيل. المهم غادي تشوفوا معايا دابا الطريقه. هنا كما كتشوفوا عندي عندنا اللوز بعد ما طحنته، انا درته غير في الفران، حمرته من تحت واحد شويه بشيفون يكون ناشف، وحمرته في الفران. صافي وطحنته كما كيجي، كيجي على هذا الشكل. دابا غادي نضيف معاه السكر ديالنا بودره، انا درت سكر سبيسيال، بودرة سبيسيال ديال الحلويات. غنضيف معاه مسكة حرة طحنتها، وغادي نضيف معاه الماء ديال الزهر تقريبا واحد جوج ديال المعالق، وهنا عندنا معلقة صغيرة ديال القرفة. غنخلط هادشي مزيان، الا احتاجينا الماء زهر غادي نزيدوه.
المهم ما خصناش تجينا تخلينا العقده ديال اللوز. صافي دابا غادي نضيف معلقه ديال الزبده تكون بدا الحراره ديال المطبخ. صافي دابا راه كلشي واجد عندنا، بقى لي غير نطفي على على الكوكوب. انا غنطيب داكشي في الكوكوب كما شفتوا، غنطفي عليه ان شاء الله بعد ما يطيب. نتلاقاو ان شاء الله في النتيجه. طريقه التحضير عفوا ديال التفطيلات الصغار. صافي ها هي العقده ديالنا واجده. وبالنسبه للورقه ديال التفطيله غادي نوريكم دابا الورقه اللي كنستعمل انايا. غادي نخليها بالنسبه للورقه، انا كنستعمل هذه الورقه. هذه الورقه اللي كنستعمل، المهم راه متواجده في المحلات، يعني راه سهله في الفتح. راه كتجي ورقه صغيره انتما كما كتشوفوا. نحاول نوريكم. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي. المهم هذه الورقه اللي انا متوفره عندي، هي اللي كندير بها لي كوموند. صافي وغادي نتلاقاو ان شاء الله من بعد. هنا البنات كما كتشوفوا المريقه ديالنا، صافي راها غادي تختار. دابا انا درتها في هاد الطنجره باش تبان لكم، حيت الاخرى الكوكوط عاليه شويه. المهم هاد العويدات ديال القرفه راه غادي نحيدوهم، وهذا الدجاج ديالنا بعد ما طاب غادي نحيدو له داك العظومه واللي فيه. صافي وغادي ان شاء الله نستفو وغادي ندوز معكم باش نمونطيو الستيلات ديالنا. هنا بعد ما وجدت كلشي طيبت الدجاج، حيت له داك العظومه ونحاولوا نقوه مزيان من يكون فيهم العظومه ولا شي حاجه، ضروري نقوا الدجاج. هنا البصله ديالنا بعد ما نشفات، هنا درت شويه ديال الزيت مع شويه ديال صوص صويا باش كيعطي واحد المذاق زوين. الزيت عاديه ديال الطياب، يعني ماشي زيت زيتون، زيت المائده. هنا عندي اللوز كونكاسي، ما عنديش ايفيلي، غادي نديروه هو والبيض بياض ديال البيض كما غادي تشوفوا. صافي غادي نحاول نزين به من الفوق تاع اللوز ديال البسطيله. وهنا العقده ديالنا. دابا ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنحضر البسطيلات الصغار ديال الدجاج. غادي نوريكم دابا كيفاش كنحضرهم. دابا غادي نبداو ان شاء الله، غادي تشوفوا معايا. ها نتوما كناخذ على شكل مثلث، نحاول نزيد لكم انا باش ندير جوج. وغادي ناخذ الجهه الاخرى حتى هي مثلث على هذا الشكل. المهم كيجيو البسيطلات صغيورين صغيورين، يعني مويان ديال شخص واحد. غادي ناخذ هذه حتى هنا وغادي نحطها هكا. المهم الورقه اللي قطعتها هكا مثلث كتبقى نتوما يعني كتحكموا فيها كما كتشوفوها. والنص الاخر كنخليه تقريبا هكا باش نكلف به الورقه ديالنا، عفوا البسطيله ديالنا. المهم غادي نبداو دابا، انا غادي نخدم ايديا باش نسهل عليكم. كناخذوا شويه ديال الدجاج
غادي ناخدو شويه ديال هذيك البصله باش ما كتجيناش بسطيله ناشفه، ضروري خاصها تكون شويه، ناخدو شويه ديال، غادي ناخدو دابا العقده ديال اللوز نحاولوا نمعسوها على، الا نشفات لكم غتزيدوا عادي الماء زهر. غادي نحطو هنا الوسط، غادي نحطها في هذه الجهه الاخرى حتى هي هنايا. بالنسبه للصوص صويا غادي نحاول ناخذ واحد الفرشات كما قلت لكم، غادي ناخذ واحد الفرشات فيها الزيت عاديه، نحاولوا ندهنوا غير بالزيت باش كتجينا مقرمشه، حيت الا درتو الزبده راه ما غاتجيكمش البسطيله مقرمشه. مهم نتوما راه عارفين الورقه ديال البسطيله، انا ما متوفراش عندي، كندير هاد الورقه حتى هي كتجي زوينه، هاد الورقه ديال صافي. وها نتوما غادي تشوفوا معايا، غادي نلف هاد هاد الجهه هنايا، نديرو شويه ديال الزيت، نحاولوا نقادو على هاد الشكل. المهم ما نزيروهاش مزيان، ودابا غادي ناخذ الورقه، هاد الورقه غادي ندهنها حتى هي نفس الشكل، غادي ندهنها بالزبده بعفوا الزيت والصوص. وغادي نحاول نجمع على هاد الشكل اطراف باش ما تخرج لينا الحشوه. مهم ها هي البسيطيله ديالنا، وغادي دابا نحاولوا نضيفوا معها شويه ديال اللوز وبياض ديال البيض. مهم كيجيو البسيطيله ديالنا على هذا الشكل صغيورين كما كتشوفوا. انا غادي نكمل اللي بقى اليوم من بعد نوريكم الشكل النهائي ديالها.